مرحبا واهلا فيكم معي بالقناه مره تانية. اليوم بالفيديو رح اعمل معجنات بالسبانخ والجبنه، كتير طيبين. رح استعمل عجينه البوف بيستري الجاهزه، فالطريقه رح تكون كتير سهله وحتى المكونات بسيطه. كل شي رح يكون مكتوب بالتفصيل باسفل الفيديو. بالنسبه للمكونات، في عندي البصل والثوم رح يكونوا مفرومين ناعم، في عندي كمان شوي من الشبت الجاف، بيضه، فلفل اسود، ما رح استعمل ملح لانه رح استعمل اجبان واكيد حيكونوا مالحين. في عندي هون سبانخ، جبنه الفته، جبنه مبشوره، وشوي من زيت الزيتون. رح ابدا هلا بخلط المكونات مع بعضها، مكونات الحشوه. رح اضيف اول شيء السبانخ. طبعا اذا استخدمتوا السبانخ المثلجه لازم تعصروها كثير منيح لحتى تتخلصوا من اي سوائل زايده. ضفت فوق البصل، الأجبان، الفتة والجبنة المبشورة. في عندي هون البيضة، رح ضيف عليها شوي من الفلفل الأسود بخفقها منيح، وكمان بضيفها فوق الخليط. كمان رح ضيف شوي من الشبت الجاف، إذا توفر عندكم الطازة كمان استعملوه. هرسة الثوم، آخر شي رح ضيف شوي من زيت الزيتون. مثل ما ذكرت ما بضيف ملح أبدا لأنه جبنة الفتة مالحة، والجبن المبشور كمان بيكون ضايفين له ملح. رح أخلط كتير منيح لحتى كل هالمكونات تتجانس مع بعضها، وهيك بتكون الحشوة صارت عندي جاهزة. مثل ما ذكرت بأول الفيديو رح استعمل عجينة البوف بيستري الجاهزة. أنا عادة بجيبها مفرودة خالصة، بس هالمرة جبتها هيك مربعة يعني، فأنا يلي رح أفردها بالشوبك. بعد هيك رح اقطع كل مربع لأربع قطع مثل ما عم بتشوفوا هون، ورح كون كمان مجهزة صينية مافن حاطة فيها أوراق المافن، يعني هيك لحتى تسهل التنظيف بعدين، ما ضروري اني ادهن زيت وحطهم فيها. رح حطهم بهيدا الشكل مثل ما عم بتشوفوا، يعني رح خلي الزوايا طالعين لبرا، لأن بعدين رح سكرهم من بعد ما احشيهم. رح ابدأ احشي العجين بالحشوة، حشوة السبانخ. هلا مثل ما عم بتشوفوا هون انا طلع عندي 9 قطع عجين، بتقدروا تعملوهن 10، يعني انا بعدين القطعة التانية قدرت طلع منها 5 قطع فصار عندي 9. طبعا حسب الحجم بتوزعوا الحشوة بالتساوي. هلا رح سكر قطعة المعجنات، رح استعمل الزوايا المقابلين بعض واكبس عليهم لحتى يتسكروا معي بهيدا الشكل. اذا حسيتون انه ما عم بسكروا منيح فيكن تدهنون بشوية مي لحتى يقدروا يلزقوا ويسكروا معكن. بعد هيك بخبزن حوالي 20 لـ25 دقيقة بفرن حامي، تقريبا درجة الحرارة 200 سلسيوس حوالي 400 فهرنهايت، لحد ما يحمروا ياخدوا هاللون الحلو. شوفوا من الاسفل كيف ماخذ لون كتير حلو، ومن فوق كمان. شوفوا الحشو من جوا كيف متماسكه، عن جد الطعمه ولا اروع من هيك. كل هالنكهات اللي حطيناها عطت طعمه كتير طيبه. فهيدي كانت وصفه اليوم، وهيدا كان الفيديو، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. ما تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناه اذا بعدكم مش مشتركين، وتشوفوا بقيه الفيديوهات. وانا ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني. مع الف سلامه.